طيب يبدو عادل أنه الملياردير إيلون ماسك عازم على زراعة الشريحة الإلكترونية التي تحدثنا عنها في صباح العربية في دماغ بشرية، أن يزرعها في دماغ بشرية قبل نهاية هذا العام. بالتأكيد ماسك توقع في مؤتمر للتكنولوجيا أن يكون هذا العام موعدا لإجراء التجربة الأولى على الدماغ البشرية. الملياردير الشهير أكد أن شركة نيورالينك تعتزم زرع الرقاقة في دماغ مصاب بشلل نصفي أو مصاب بشلل كامل. لم يحدد ماسك عدد المرضى الذين ستجرى عليهم التجارب ولا المدة لأجل ذلك، لكنه أكد أن التجربة ستكون في وقت لاحق من هذا العام. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.